السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع الفرق بين الغريزة والشهوة. الغريزة هي سلوك فطري تولد مع الكائنات إنسان أو حيوان، وهذا السلوك وهبه الله ويخرج عفويا من غير تعليم أو فكر أو تدريب. مثال ذلك الطيور تعرف كيف تبني أعشاشها وتعرف الاتجاهات والهجرة. أما الشهوة زرعها الله في الإنسان لإشباع الغريزة. الشهوة تعني ما يشتهيه الإنسان من الملذات، ولك الاختيار في اختيار الشهوة الممدوحة أو الشهوة المحرمة. الشهوة الممدوحة هي ما أباحه الشرع وحببه كالزواج والأكل والمشرب الحلال والطاعات. أما الشهوات المحرمة كالزنا والمأكل والمشرب المحرم وجمع المال للفخر والتكبر والتبذير في إنفاقه.